رجحت تقارير صحفية احتمال مسؤولية الصين عن تعرض شركة لوكيد مارتن الأمريكية لهجمات إلكترونية متكررة بين عامي 2007 و2008، هجمات نتج عنها سرقة معلومات خاصة بالمقاتلة F-35 التي تصنعها الشركة. اخترق قراصنة الكمبيوتر مشروع البنتاغون لتصنيع مقاتلة متعددة المهام تبلغ تكلفته 300 مليار دولار. المقاتلة المعروفة باسم F-35 هي برنامج الأسلحة الأكثر تكلفة والأكثر تحدياً من الناحية الفنية في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية. ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون إن الهجمات نشأت على ما يبدو في الصين. ازدادت الشكوك حول مدى مسؤولية الصين عن تلك الهجمات عام 2016 عندما قدمت بكين طائرتها الجديدة تشينغدو J-20 الملقبة بالتنين الجبار. تفيد تقارير بأن التشابه الواضح في التصميم بين J-20 وF-35 قد يكون بالفعل نتيجة للتجسس. ومن نظرة سريعة على المقاتلة الصينية يظهر بعض التطابق مع نظيرتها الأمريكية، لا سيما واجهة الأجنحة الأمامية وأنابيب العادم المدمجة داخلياً. من الأسرع بكثير سرقة التصميمات أو التكنولوجيا بدلاً من قضاء سنوات وسنوات وأنفاق الكثير من المال في تطويرها، وهذا ما فعله الصينيون. لائحة النسخ الصينية عن المعدات الأمريكية امتدت وفقاً للمعهد البحري الأمريكي لتشمل مروحيات هجومية وطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى متعددة.